الحبر. كلنا منعرف قصة قابيل وهابيل وكيف الأخ قتل أخوه بأول جريمة صارت بالتاريخ. بس بتعرفوا وين صارت هاي الجريمة؟ وبتعرفوا شو علاقتها بجبل الأربعين بدمشق؟ جبل الأربعين هو أعلى قمة لجبل قاسيون، وفيه مغارة الدم أو مغارة الأربعين يلي بتقول الرواية إنه أول جريمة بالتاريخ صارت فيها، وهي جريمة قتل قابيل ابن آدم لأخو هابيل. بتتسمى مغارة الأربعين لأنه فيها 40 محرب، وبتتسمى مغارة الدم لأنه بزاويتها في فتحة كبيرة بتشبه التم، وفيها تفاصيل بتشبه اللسان والأسنان وسقف التم. وعلى الأرض قدام هي الزاوية اللي بتتسمى الشهقة في صخرة عليها خط أحمر بيمثل لون الدم. بتقول الرواية إنه لما صارت جريمة قتل قابيل لأخوه هابيل فتح الجبل تمه وشهق من بشاعة الجريمة اللي صارت فيه. وملخص الرواية إنه النبي آدم كان عنده ولدين قابيل وهابيل قدموا قرابين ليتقربوا فيها من الله، وقبل الله قربان هابيل بس ما قبل قربان قابيل لأنه ما كان صادق النية. قام هابيل انغاز من أخوه حقد عليه وقتله، ولأنها أول جريمة بالتاريخ وأول وفاة ما عرف قابيل شو يعمل بجثة أخوه، فحملها وضل يلف فيها فترة لحتى شاف غراب عم يدفن غراب تاني بالتراب، فتعلم منه ودفن أخوه بالتراب بسفح الجبل بمنطقة الزبداني، والقبر لساته موجود هني كمزار. وبتقول الرواية كمان إنه الجبل شهق وبكي من حزنه على هابيل لأنه كان إنسان صالح. ولحد هلأ لساته دموع الجبل بتنزل بالمغارة على شكل قطرات مي تتبارك فيها الناس. وعلى سقف المغارة في علام أصابع واضح بتقول الرواية إنه الجبل كان بده ينهار على رأس قابيل وقت ارتكب الجريمة، بس إجا ملاك من السماء وهداه بإيده لحتى تكون هي الحادثة عبرة للبشر. وكمان بالمغارة في قطعة صخر صغيرة موجودة بيقولوا إنها الحجر يلي قتل قابيل أخو فيها. ومن الروايات اللي كمان بترتبط بمغارة الأربعين إنه لجأ لها 40 نبي وكانوا هربانين من ظلم ملك من الملوك، فانشق الجبل وفتح لهم الطريق ليهربوا من الطرف الثاني. هاي بعض الروايات يلي بتتعلق بمغارة الدم وجبل الأربعين. إذا بتعرفوا روايات تانية شاركونا فيها، وإذا زرتوا هالمكان من قبل خبرونا عنه.